الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع عن رمنا ما أنت إن أنكو قوانا أما أنك هذا الله وحاوكو سابسيني هاي فضلك إيا وناك إيا خيرك أولي هاي إن قفك مسلم كا ونقض قف حرير له كتابك إلهي سبحانه وتعالى آخرين تيسا برشديسا كنغن كيسا يتدبر كيسا فضيق القرآن كأولي هاي وحاقفلا إنه إلهي سبحانه وتعالى وسود الجي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكسود الجي قفك مؤمن كان وحو تجارة وقصميو باع مشتر وقصميو ووسن مرنكو خسارينين وأضع هذا إلهي سبحانه وتعالى ويقوه رئيسه كتابك إلهي سبحانه وتعالى إلهي نمركو كشي كيني واتيه لها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إلهي وحليه إن الذين يتلون كتاب الله كو كتابك إلهي سبحانه وتعالى آخرنية وأقاموا الصلاة سلادنا أوغي أما أوغي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية بحين يوحي إلهي سبحانه وتعالى سي سمو قطائية سقر صومبا إلهي وحوري يرجون تجارة لن تبور لمكا وحي دنينيان وحي سغيان وحي كورنيان وحويا تجارة أن مرنا عن خسارين بركة تجاروين كنبان توضو وحويا مرنا وخساران مرنا وفائدان وحبذنا وي خساران أما مربذنا وي فائدان وحبذنا وحنوا خساران لكن التجارة مع الله عز وجل كتابك إلهي والآخرية سلاة دولة دكذا وحي إلهي أكسية وعد بحسه وتجارة وسنقفكم مؤمنك وسنمرنب وسنكو خسارين وي سيد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا ونوغو الشيغي ولذلك قرآن كإلهي سبحانه وتعالى مركو نبينا عليه الصلاة والسلام والله اللي واتيورها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. مركا إلهي سبحانه وتعالى ومحض إسكاله قرآن كان كسوة دجيه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي سبحانه وتعالى أوسن ويهي لوح ديل قافة وقرآن كان ويهي قرآن قفكم مؤمن كأدوية آخرة وكل بانيه ولذلك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان وناقيس إيه فضلقيس إيه قيميس أسوأك شاكيني وحليه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كتاب أنزلناه مبارك قرآن كان وقرآن بركيسا وحا بركيسا قفك أخريا وحا بركيسا وفكي حفظية وحا بركيسا عنقي برتا وحا بركيسا قرقا لغو أخرين وحا بركيسا ميشا لغو شرفا مركا وحا دجي دا قفكم مؤمنك دي وحا قلنا ليهي وضاعة الله عز وجل مركا وينو كتابك إلهي سبحانه وتعالى حرير الله يشو ولغا مارمان إلهي سبحانه وتعالى سري آياتك لوحا وكله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إلهي وحليك وكتاب أنزود الجني أو بركيسا إلهي وحن لي فاتبعوه راع قرآنك كان وكو عمل فلا ووحو حلالي حلال كدكتا وحو حاران كدكتا حاران كدكتا وحو إلهي سبحانه وتعالى الديني كدكتا راضا وحو إلهي ذن أقل هذه السماية إلهي وحلي لعلكم واتقوا لعلكم ترحمون. مركا إلهي سبحانه وتعالى آياتك لوحليه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إلهي وحلي ذكر مبارك وي معنى حس وحي إلهي لو حس وحي وقي بدل تلاوة كتاب الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسي الله أخريه
marka ilaahay wuxuu leeyahay dhikri weeye xus weeye oo ilaahay lagu xuso oo lagu weynaynayo oo lagu sharfayo oo lagu tacdiiminayo oo rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay uu soo dejiyey aayadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ta uu leeyahay kitaabun أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلهي وحليه كتاب أنزلناه إليك مبارك ما يحمد وأنك أسود الجني أو بركيسا محال أسود الجني ليدبروا آياته ليتدبر الإنسان ليتبدأ العبد آيات الله عز وجل إنه الأوفير في ريون مركب حوالي ويتذكر أولو الألباب dadka caqliga u saaxiibna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay wax ku xasuustaan oo ay ku waantoobaan oo aayadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala walidhalika quraanku ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomka qalbigiisa u yeelay waxa weeyaan waa wax aad iyo aad u sharaf badan weeye waa wax aad iyo aad u qiimo badan weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayad waxa uu ku leeyahay bal huwa aayatun bayyinatun fi suduuri alladhina utul ilm وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو آيات بينات وحور آيات عد وحلاشي عدينية وحارانك عدينية حارانتي عدينية ووحي جنة اللي قلت لها عدينية وحي نارت لغا عر لها عدينية وحي وناكسان عدينية وحي حنكوب بيانينية إلهي سيدة سبحانه في صدور الذين أوتوا العلم إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان آيات كان وحا أويالي ندتك علمي قال لسي قلبي وذي إلهي أويالي marka waa sharaf waa weynaan waa qiimo waxa weeyaan waa wax aad loogu farxo in qofka muslimka qalbigiisa uu ku jiro shay kamida min aayati illahi azza wa jalla quraanka ilaahi subxaanahu wa ta'ala haba yaraate ay qalbigiisa uu xoon ay ku jiraan ilaahi subxaanahu wa ta'ala aayad kale waxa uu leeyahay ya ayyuhan naasu qad jaa'akum burhanun min rabbikum وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الذين إلهي تدخل نبو الله علي وإلهي وحلي قد جاءكم برهان من ربكم وحايدي من برهان وإلهي سبحانه وتعالى حقيس كتمت وأنزلنا إليكم نورا مبينا إلهي وحلي وحايدي سود جري نور عطباني سود جري مبوليه مركو قرآن كان وحوين واهداية إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان واهداية dadku uu ku hanuuninayo wadada fiican dadka uu ka celinayo wadada xun sidoo kale quraanku waa caafimaad qalbigu caafimaad u yahay jirkuba caafimaad u yahay aqligu caafimaad u yahay akhlaaqdu caafimaad u yahay dhaqanku caafimaad u yahay waxa weeyaan quraanka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waa ta quraanka uu leeyahay yaa ayuhan naas qad jaa'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحليه دذيه وحايدين يمد قد جاءتكم موعدة من ربكم وحوان إلهي سبحانه وتعالى حق إيساء وشفاء لما في الصدور قلوب تعافمات كهذا قلوب لما تذا قلوب تهيستاه وحويا هذه قلوب إلهي أي كحرنته أو قرآن كيسو أي دلدشو أو قرآن كيسو أي أخرسو أو قرآن كيسو أي أقلاته عافمات مهر مركب حويا قرآن كان حويا شفاء القلوب والأبدان وي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركي صحابه إن أضيع لقنيني تولى إسومرين قرآن كفاتح يكو أغريان حنوك إلهي سبحانه وتعالى أفكي وابك قاضي مرنو حويا والله يسكتك فا وجركو عافي ماذو يهي مرنو حويا عافي ماذ قلوب توي مركي قفكو إلهي قلبي سعافيه وقال لما إلهي أكا عافيه ومنافر نما إلهي أكا عافيه وحماتي إلهي أكا عافيه وبدعي إلهي أكا عافيه وحوي قفك سأدوية آخر من ليباني إلهي سبحانه وتعالى آيات كلوة أولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا هذا القرآن سان شاقني وشفاء عافي مادوي يا رحمة المؤمنين تا أما كوا إلهي رميسرين الظالمين تا توحوه وميك قاضي رحمك فائد مايان marka waxaad u jeedaa walaalayaal in quraanku yahay caafimaad qulubtu caafimaad u yahay ee maxaan lahayay ee jirku caafimaad u yahay oo qofka muuminka uusan marnaba uusan khasaarin ilaahay waxa uu leeyahay qul huwa lilladheena aamanu hudan wa shifaa nabaxdu waxa ku tiraa abal quraanku waxaad u tiraa waxa ku sheegtaa wuxuu hanuun u yahay kuwa ilaahay rumeyay iyo caafimaad buu yahay marna waa hanuun
oo aayaadkiisii lagu hanuunayo oo jannada ilaahay subxana wa tacala dadka geynaya, marna waxay waa caafimaad oo qofkii muuminka uu ku caafimaadayo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala. ikhwaani, qur-aanka wanaaggiisa wax la koobi kara maha. qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waa hidaaya, addoomankiisa qofka uu doono uu ku hanuuniyo. إلهي وحلي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن كان وحلي ودتك كهنونيا وددت هذا وقيمة بضن هذا وشرف بضن هذا وقيمة بضن wadada ilaahay subxaana wa tacaala iyo wadada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo qofka muuminka jannaad u hogaaminaysa. marka qur-aanka kan siduu ilaahay noo sheegayo waxa weeyaan, dadka muuminiinta marka lagu dul akhriyo, dadka muuminiinta marka loo sheego, dadka muuminiinta markay dhagaystaan, quluubtooda way jilcaysaa, way cabsanaysaa, ilaahay bay ka cabsanaysaa, jirkoodii oo xuubkooda maxaa la cabsanaya, ilaahay buu u khashuucayaa, rabbi subxaana wa tacaala bay weynaynayaan, iimaanka u kordhaya markay qur-aanka ay maqlaan. allaahu nazala axsana alxadiid kitaaban mutashaabiha mathaani taqshacirru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum thumma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله. إلهي وعسودجي أحسن الحديث شاكتا أنه قيمة بدن أقوم معانك بدن وأجر لغهلو ووناغ لغهلو وهنون لغهلو وكتابك إلهي كتابك أسوي كتابا بو إلهي إليه متشابيا إسرهم إسو أكاك mathaani laba laba macnaa aayaadkiisu ay isuda rumaynayaan. hadduu janno ka hadlo naar buu ka hadlayaa, hadduu muumin ka hadlo munaafiq buu ka hadlayaa, hadduu wax fiican ka hadlo wixii xun buu ka digayaa daa'iman wa abadan. subxaana allah, ilaahay wuxuu leeyay takhshacirru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum. qur-aanku marka ay maqlaan waxaa jirkooda dhaqaaqaya oo maqaarkooda xuubkooda uu damqanaya kuwa ilaahay subxaana wa tacaala rabbigooda ka baqanaya. kadibna thumma taliinu juluuduhu wa quluubuhum ilaa dikrillah, kadib xuubkooda iyo jirkooda iyo qalbigooda wuxuu u khashuucayaa, wuxuu u jilcayaa, wuxuu diyaar u yahay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala. subxaana allah. markaas ilaahay wuxuu leeyay daalika huda allah yahdii bihi man yashaa, taa waa hanuunka ilaahay oo ilaahay subxaana wa tacaala qofku doono uu ku hanuuniyo. ilaahay waxaan warsanaynaa inuu naga dhigo kuwa ilaahay hanuuniyey ee wadada toosan lagu hanuuniyey, ee qur-aanka lagu hanuuniyey, oo khayrka lagu hanuuniyey. waman yudlil illahu famaa lahu min haad, qofkuu ilaahay baadiyeeyo, qofkuu ilaahay subxaana wa tacaala wadada ee fiican ka leexiyo, qof hanuunin kara ma leh. alhidaaya biyadi illahi caza wajalla, ilaahuna hanuuniyo wadada fiican nagu hanuuni. ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale asoo noo sheegaya dadka muminiinta sifaatkooda maxaa ka mid a. ilaahay wuxuu leeyay inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun. muminka xaqiiqada sifaatkiisa waxaa ka mid a ida dukira allahu wajilat quluubuhum, haddii ilaahay la xasuusiyo, haddii ilaahay loo sheego, haddii ilaahay lagu waaniyo, quluubtooda way maxaa la cabsanaysaa. waidaa tuliyat calayhim aayaatu, aayaadka ilaahay subxana wa tacaala haddii lagu dul akhriyana, zaadathum iimaana, iimaan bay u kordhinaysaa, alla kacabsi bay u kordhinaysaa, wanaag bay u kordhinaysaa, inay xumaatada ka cararaan bay u kordhinaysaa, khayrkay u kordhinaysaa. subxaana allah. ilaahay aayad kale wuxuu leeyahay waladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha summa wa cumyaana. muminiinta sifaatkood muminiinta waxaa ka mid a haddii la xasuusiyo ida dukiruu biaayaati cibaadullahi caza wajalla, waxaa ka mid a haddii lu xasuusiyo oo lagu waaniyo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala, lam yakhiruu calayha summa wa cumyaana, niman dhagahooda xiran yahay maaha, niman indhahooda xiran yahay maaha. waxa weeyaan aayaadka ilaahay bay ogolaanayaan, oy qaadanayaan, oy ku camal falayaan, oy u hogaansamayaan, oy ogolaanayaan. ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale waxa uu leeyahay إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
كو مرك إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسا لغو الدول أقريو مؤمنين تحقا وحويا إنما يوم بآياتنا الذين يذكروا بها مؤمن كو إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسا رمينية وحويا كو مرك إلهي آيات كيسا لغو الدول الشيغو خروا سجدا إلهي بيوها وغانيان ملكي وجه لغانيان ربي بيو تسبيح سانيان ربي بيو وينينيان إلهينا سبحانه وتعالى إسكو وينين مايان سبحان الله مرك إخواني وحدو جدا قيمها أوليها وناق أوليها محل قفك مؤمنك ولذلك ربي سبحانه وتعالى وحاو شاقيدتك مؤمنين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به إلهي وإليك وأنه كتابك سيني يتلونه حق تلاوته قلانك يوحويا حق تلاوذيس أخرين تيس حقيقة أي سبحانه أي آياتك إلهي سبحانه وتعالى أخر ليان ولذلك مرك أي سيدة أي مرك إلهي سبحانه وتعالى كوا أن قرآنك أخرين كوا قرآنك إلهي سبحانه وتعالى أن تكون تدبرين تهو حويا وضد أن حال دود وجه وتي إلهي سبحانه وتعالى نغشى كين أولي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وردتك كان مواني قرآنك كنت تدبرين مواني قرآنك في فيرين مس قلوب تود وحا هذه بإلهي أوليه قفل بقى هذه وحبك لمايو أو خير لمايو قفك مؤمنك وحويا قفك آياتك إلهي أخرية هذا كنت تدبر أقلاذ رمية أكل نغمة ووحى ذياذ قيما بذوين إلهي سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سبحان الله قرآن كان وحويا تزيل من رب من حكيم حميد الله سبحانه وتعالى حكيمة والله بهذيه أيها سود الجي على نبينا عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى بحفظيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محفوظ من بين أيديه ومن خلفه ولذلك قفكم أمك أمرك وحويا وقف حرير له وقف دائما وأبدا مع كتاب الله عز وجل آيات القرآن كقرآن كنبة وحويا وأمان الله قرآن كنبة وذكر إلهي سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره هذه أنفير النوت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وناق أوليه خيرك أوليه فضلك أوليه قيمها أوليه قفك مؤمنك إلهي كم من نيستي إنه كتابك إلهي سبحانه وتعالى وأخريه هبا الناطو هبا يراته حديث إمام البخاري وصوصاري عثمان بن عفان أمير المؤمنين أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحويا أفرت خلفه والنبي عليه السلام سوى كرر الله يأكل نتيوي أسوى الدنيا جوجا جنة الله قب شيء نور جار الله قب شاريوي عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان تاليا لكتاب الله عز وجل ما أنت اللي دليله أسوى كتاب كوريا له أيين من مجرمين برع ذا يدلين النبي عليه السلام وحوي كبرني أوليه سمر عليه الصلاة والسلام وحوري خيركم من تعلم القرآن وعلمه دتك وحوي قيم بدن دتك وحوي شرف بدن دتك وحوي وراك بدن من تعلم القرآن وعلمه لكي القرآن كبرتي مركو برتين أو مدسي بري سبحان الله دتك وحيس ويديان دتك أو قيم بدن يا أو شرف بدن مرك إلهي دين تيس الله النغضو مرك شريعة الله النغضو إن أكرمكم عند الله أتقاكم مرك دين تي إلهي الله النغضو دتك وحيس قيم بدن قفك كتابك إلهي برتي ومدنا بري مرك ولا ليه لو سؤال مجدد وناقع أن الله بهايه خيرك الله بهايه قفك مؤمن كأينو كم من نغضو كوا كتابك إلهي سبحانه وتعالى انت برتين هذا أمد بريا أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه حديث إمام الترمذي وصوصاري وحون ليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بان مقلي أسغو أورانيا اقرأوا القرآن نبي عليه السلام وحون القرآن كأخرية ما حديث كان إمام مسلم وصوصاري حديث أبو أمامة نبي عليه الصلاة والسلام وحون اقرأوا القرآن محاد عي رسولك إله يو كأنه لو يدي وحوري فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه نسلام وحوري ما لنت قيامه نتكي قرآنك أخرني إلهي قرآنك أخرني قرآنك أيا أشفيعي ما لنت قيامه ربي بيهور استاقيانو قرآنك وحولي ربي يونيك هردد أن أدي ذي فرق أن أدي ذي أنوي أخرني ربي يو أشفيعي بولي قرآن كنا إلهي سبحانه وتعالى صلاة رغفه وشفع عيسى قرآن كدتك وشفعية مركو حويان شفع عدود إلهي سبحانه وتعالى سوعي للماء مركو حذو وتولى لك يو ولا شيء ذو إن قرآن كأخرس كي سوي يهي ما لنت قيامه إرقو وقفكم مؤمنك إلهي سبحانه وتعالى أبوكا إرقينيو
marka diya duu akhrinaysi fahani allak quraanka wax la yaab qofku inuu jiraado talo hadaan wax yar akhriyo ajir miyaan helaya anuu wax badan ma aqaani inta yar to faatixada iyo qul wallaah hadaan akhriyo ajir baan helaya naam ajir baa helaysa ya noo sheegay nabigeena muhammad kaleeyhi salaatu wasalaam xadiis imaam tirmidhi uu soo saaray abdullah ibn mas'uud waxa uu leeyahay نبينا عليه الصلاة والسلام وحوري من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة بل ليسوا نبي حسنة وحليه نك أخرى حرف أو كتابك إلهي كم ذا حس حرفك أو أخرى حسنة دي أجر بالله قريا والحسنة بعشر أمثالها ولي بهلك حسنة توم بالله لا بيا رواية كلا وحصوا عرتي إلى تضم بقلب جارية وحصوا عرتي إلى أضعاف مضاعفة وحيد أهل العلم قف والبا أنت إخلاص كي يسوي لك يعني أيوة أبا المرندي سول أكتر قف أنت إخلاص كي يسوي لك رب عمل صغير تعظمه النية بأهل العلم بدل عمل آت وير لكن نية ذو أي وين يسي ورب كم عمل كبير تصغيره النية بدل عمل وين أوقف وسمي هذا نمر كي نية ذي سي أي يراتي قصد كي سي أو يراضي وعمل كي سي أجر كي سي أو يراضي واي نبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم بألف درهم وحوري هل شرين باو حكار مرين بقولكن واي وحليا بانيكا هل كشرين بحيي مالنتو بحيين إنو سوح كلاهيسا كيبو بحيي وحليا بانيكا مركو بحييني إنو إلهي درادي مالنتا قيام درادة أو بحيي وحليا بانيكا بقولكن إنو بحيي لكن وصن نيدي أو بحيي نيدي سوي حماتي مركاسا سومن عليه الصلاة والسلام وليبا وانوصي تفسيرينيا محونا ليه لا أقول ألف لام ميم حرف وحوري ألف لام ميم ألف لام ميم وحوري حرف وإنه ماي ما حد هيسى رسولك إلهي وحوري ولكن وحوري ألف حرف ألف كلي سوى حرف وي حل حسن إلى طبن طبن بوقاتي وحوري ولام حرف لام كان وحوري وحرف والميم كان وحوري وحرف ألف لام ميم وسد حرف من طبن كنفو صدوا الدرجة يوقاتي حاميم عين سين قاف وشن حرف كنتم بوقاتي سبحان الله نون هالحرف هاي توم بوقف كل التقي سبحان الله مركو حويان ضاسيم ميم وغير ذلك سبحان الله سبحان عليه السلام وحونا له ورياه قفك مسلم كهو قرآن كان أرين تيسا وحويان أجر كيسا ربي سبحانه وتعالى موية عندك لو ترين كرتمله سبحان الله مرك ما غحرف وين سورة الفاتحة كليه أما أقول والله ما غحرف أنا أقرتها سبحان الله قف مرك وحول التقيا ملايين أجره مرك إلهي سبحانه وتعالى لذلك وارتا نتق إلهي قرآن كبري إلهي أفوذي ذي ما أنت قيامه سنو ما أنت فضي وانا قيلي أنت حتى أدوي آخر على قل أدوي نك أهل قرآن ك مجتمع الحديثة شرف يقيم يوناك بوكليه سببته وهو ويني الله أسونا وما دي بقى وين يسين قرانكو قفك اخرنا يا واشفعي ما انت قيامه روايه كليتو حديث امام احمد ووريين وابو امام الباهلي امام مسلم لو حديثك وكورنا يسرد كيسا معاويه بن سلام عن اخيه عن عن محلها عن عن زيد عن جده محل الله وحوليه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام بان مقلي الصغولة اقرأوا البقرة فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا القرآن استغفر الله وحولي اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة وحول القرآن كأخرية ما لنت قيام إهل كيسا وإشفاعيان وحول اقرأوا الزهراوين البقرة لماذا قرح ضبطا لماذا وناك بطا لماذا واوين سورة البقرة يولي بآل عمران أخرية فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان السلام حولي ولي بآل البقرة يوم آل عمران أخرية سوطة ما لنت قيام وحيمانية يضو الضرور وإنا ربي مو يعتك الآن قرن كان أود هذا ما هي إيمانيا تحاجاني عن أهلهما يوم القيامة وحي كدو ذيان وحي لو يرويهين وحي أبو كاتويهين وحي قرين ويهين وحي كدو ذيان ويدو ذيان
dadkii maalintay adduunyay joogay albaqara iyo aali cimraan akhrinayay qur-aanka o dhan waa dood buu ku jiraa laakiin labadaana ugu horeysa dooda iyagaa hogaaminaya uma qaala alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi iqra'u lqur'aana iqra'u lbaqara salaam wuxuu yihi qur-aanka o dhan waa la akhrinaya haddana wuxuu yihi baqara akhriya sababtoo ah nabi alayh salaatu wasalaam fa ina akhdahaa baraka suuratu lbaqara oo la akhriyo wuxuu yihi waa baraka weeye wa tarkuha xasara suuratu lbaqara waa iska dhaafto aadan akhrinin wuxuu leeyy waa hoog weeye bu nabi alayh salatu wasalaam walaa tastadiicuha albadala subana alayh salaam wuxuu yihi nimanka saaxiriinta ah wax sixra suuratu lbaqara waxaweye iyagu isma arki karaan nin saaxira iyo aalu baqra suuratu lbaqara isuma imaan karaan bu nabi alayh salatu wasalam ma awoodaan marka qur-aanka khaastan guriga lagu akhrinayo weliba suuratu lbaqara guriga lagu akhrinayo shaydaan xijaab bay u tahay sharodhanba xijaab bay u tahay saaxir kuusoo dhowaan maayo tufaafalow kuusoo dhowaan maayo balaayo kuusoo dhowaan mayso laakiin aabay qofkii akhrin lahaa inta badan waan sheegannaa dadku way sheegtaan laakiin marka ilaahay gurigiisa ilaahay subxaanah wa taala qur-aankiisa aan guryaheenna saaxiib uga dhigno oo aan ku akhrinno oo aan ku shidno waxbay shaydaan soo dhowaan maayo walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa lalahay aayatulkursi waa tii abu hureyra u sheegay yuri haddii aad akhriso habeenkii markaad saxinayso shaydaan kuu soo dhawaa nabi salam wuxuu yihi run buu kuu sheegay nawaas ibn samcaan xadiid bukhaari muslim imaam muslim uu soo saaray wuxuu leeyay saxaabiga jaliilka samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam baan maqlay asagoo leh yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlihi aladii kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya maalinta qiyaama waxaa la keenaya qur-aanka iyo raggii qur-aanka ku camal falay inta adduunya ay joogeen fataqdumuhu suuratu lbaqara wa aali cimraan waxaa qur-aanka hogaaminaya buu leeyay suuratu baqara iyo aali cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa waxay ka doodayaan waxay u doodayaan waxay maxaa abuukaata u yihiin low yarra u yihiin dadkii qur-aan inta adduunya joogeen akhrinayay maxaa ka qiimo badan akhiyow maxaa ka qiimo badan walaalow inaan isku dayno inaan kitaabka ilaahay wax ka akhrino labadan suuradoodna aan ihtimaam siino ninka qaaree qur-aanka waan sheegnay adduunye sharaf buu kuleeyahay laakiin sharafkiisu waxay dhammaystirmaysaa markuu rabbi subxaanahu wa tacaala hor istaago oo jannatun carduha samaawaatu walardu albaabadeeda loo furo oo weliba jannada kariimahe darajaadka ugu sarreeya loo idmo inuu uu gaaro nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid cabdullahi ibn camr ibn caas radi allahu canhuma oo imaam abu daawuud uu wadiyey iyo tirmidi sanadkiisana uu xadiidka uu yahay xadiidun xasanu saxiixi uu yahay waxa uu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi yuqaalu lisaaxibi lqur'aani iqra' wartaqi warattil kamaa kunta turattilu fi dunya fa ina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha ninka saaxiibi qur'aanka waxaa leeyahy iqra' markaad jannada gasho qur-aanka akhri jannadu daarulcamal maaha waa daarulnizaa laakiin ilaahay wuxuu rabaa dadka ahlu qur-aanka sharafkooda iyo wanaagooda iyo qiimahooda inuu dadka uu tusiyo waxaa laga yaba intay adduunya joogeen in xoogaa la xaqrado in laad iska maskiino qur-aan u akhriya weeye dadku ay maxaal ayan qiimo uga fadhin laakiin ilaahay agtiisa qiimo weyn buu kuleeyay waa la tusayaa marka akhri baa la leeyahy weliba akhrinta ha istaagnaanne waxaa la leeyahay sii soco lugtaada sii qaad wama darajooyinka fuul oo jannada kamaa kunta turatilu fi dunya sidaa adduunya qur-aanka ugu akhrinaysa baa laleeyay fuul darajada maxaa ladhaha jannada macnaa gurigaaga iyo manziladaada iyo booskaad fariinayso waa inta aayadda ugu dambeyso aad akhrisanayso marka taa xadiidka wuxuu tusinayaa qofba qofku ka xifdi badan yahay inuu ka qiimo badan yahay macnaa qofba qofku in badan ka xifdisan yahay inuu ilan mowta ninkii maxaa ladhahay juscama xifdisan markuu juscama dhammaado waxwey waa istaagaya laakiin ninkii tabaarak ku daray ilaa tabaarak buu socon saaxiibkii waa ka soo tegey ninkii maxaa ladhahay saddex juzo xifsana wuxuu ka daraj dheer yahay ninkii maxaa ladhahay marka waxaad arkaysaa marka maxaa ladhahay wanaag iyo khayrka uu leeyahay subana calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo cadaynaya ninka ahlu qur-aanka maalinta qiyaamo malaa'igtu la fariisanaya caaisha radi allahu canha waardaha xadiid bukhaari muslim way soo saareen waxay leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yiri bay tiri caaisha aladii yaqra'u lqur'aana wa huwa maahirun bihi kii qur-aanka akhrinaya asoo lisaankiisa u fududiyay macnaha waa qur-aanku waa bartay ama yaraan baa lagu soo bartay lagu baray ama weynaan buu ku bartay xataa weynaan baa lagu baran karaa
وهدو قف كويل علي وكويل علي وكويل علي وكويل علي وحيسها البين قرية. ولذلك علماء وحير هذا سورة فاتحة يدخل نوى وحيسين واي سابته قف كيف يمارتي نادر واي واي عرب كي بابرتي عرب كي بابرتي قف طب ما أنت شنجر تونجر مكويل علي سوا سورة ذاك الله سلا سهل هدو قف عرب كي سو برو كويل علي وكويل علي سيدي فاتحين قرية مركا حديثك نبينا عليه الصلاة والسلام وحو الشيخي ينقفك ماهر القرآن كأو مع سفرة الكرام البر رؤية لكن ذلك سكمن ما قف على يا وينو كل بتوضو محل نبي وكوه القرآن أخرين ديسا نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه نك قرآن أخرين لكن كل بها طورية وهو عليه شاق نبنا وكوه فله أجراني ولم أجر بوليه سبحان الله أجرك أو دلالي أجرك نبك حتى نبك يسي إلهي نفه بدليا سبحان الله مرك قرآن مرناه كيستاغن ما تقارن هسنين اسكو ديران معلن هشو هدي هذا وودي ويسو واحد دونتو أخري أو ججبي أو بربوري نبي عليه السلام باك لسان كيسان لقوه بلان قاضي إن إلهي سبحانه وتعالى وجر أو كسيري مرك واحد مدوح كسكيوسا أما عذر دار إلا أن لو قتقين أو سنقف قرآن كارين أنو قرآن مصبرنا ما أقان كتابك قاضو ججبي إيه محل الله هاي وبإذن الله عز وجل الأجر بعد ليس هاي إيه عجلات قاضي دقيسو مع الرهاتسو إيه ومع ذلك سكدي إناد محل الله هاي دذاشو نبينا عليه الصلاة والسلام وحنا شيء قف القرآن كأخرنا يا إيه أفكي سوى حك صباح إنه يدقون يوناك وحقوت المامي نبينا عليه الصلاة والسلام إيه وحات وقروح بدن أو محل الله وناك بدن وحوز حديث عبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إيه صحيح نبينا عليه الصلاة والسلام وحليل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة مثلا وحلنك مؤمن كقرآن كأخرانية وحلمه أترجة قيش اللي يرادو ريحها طيب وضعمها طيب وحوري أرك هذا نوحوي وأدقوي هذه اللي عنانا أفكر لقلينا ومعاي مرك قفك مؤمن كقرآن كأخرانية وأدكي سنة وحوي وأدقون وحي اللي عنايا نوحوي ومعاي وحوري مؤمن كقرآن كأخرانية تمرتوا اللي تمرتوا وحويا ريح ماله لكن معان بين هذا ما دام مؤمن وأهل لا إله إلا الله وقف معان لكن أذوح كم قن أرتبا كم قن وآه إنه سن قرآن كي وسن آخرين نبي عليه السلام وحقوق المؤمنين كمنافقة محل الله قرآن كآخرين هي منافقة ريحانة ريحانة ذو أدب أدقونته لكن وحوية أفقوي قرارته هذه أفقوا اللي قريه منافقة قرآن آخرين نبي عليه السلام حنظلة باشا الله يرى هذا وحويان أرنا ماله لكن قاد بيو قرارته مركا قف مؤمنك دائما وحو دورنا يا إنو باشا أترجد الله يرى هذا ومعان هدنا أدقون إنو دورته سبحان عليه الصلاة والسلام وحو نوشاق ماشا قرآن كاللغو أخرنا يا سكينة إيا نبات قليو إيا خير إيا برواقة إيا كسوة دقيسة حديث براء بن عازي رضي الله عنه وأرضاه همينة سوى الدكانية سورة الآل سورة الآل كاف وآخرنا يي فرس قرقيس كوحنا بعد دمعي إنو قوستو حرقة markaas uu wuxuu yiri cunuga meesha ii jiifay waxaan cunuga muukaaga istaaga markaan kor fiiriyay buur waxaan arkay buur saxaabad weyn daruur gurigeey dul saaran markuu waaga bariyay markuu quraankii baa wuxuu yiri maxaa la lahayd markuu waaga bariyay baa nabiga kaleey salaatu wasalaam aan u tagay oo arkii baan u sheegay markaas uu yiri rasuulullaah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tilka sakiinatu tanazzalat lilquraan hadith bukhari uu soo saaray wuxuu waa raxmad iyo naxariis u soo dagtay meesha quraanka lagu akhriyo سبحان الله مركب حبيبي يعني سمر قريه قران قالوا اخرنا وانا ما كنت قران قالوا اخرنا رحمه دي نحريست الى الله سبحانه وتعالى باكو سو دغيس ولذلك نبينا عليه الصلاه والسلام وحنا نوغ دغيه قف مؤمنه حدنا قلبي سي قران ان كجيرين حديث حسن امام الترمذي ووريي او حسن صحيح عبد الله بن عباس وحوله نبينا عليه الصلاه والسلام وحو يري سبحان الله ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب سبحان الله نبينا عليه السلام وحول ليه قف كان وحول قلبي يسوح بقرآن أن كجرين وحول لم يذهب يقولي خرابة لا حول ولا قوة إلا بالله قولي خرابة محاكم نول برمبر يبلاي يمحال الله عيان يجني باكم نول مركا قف مؤمنك راليميات كان قولي سين قلبك عيان يمحال الله يحشر هذا يكبع زمان السلام وحول ليه قف مؤمنة أو إيمان لحدنا وحول وحبأ أن قلبي يسوح قرآن كجرين هبا يراته توحي لم يقولي خرابة لا يكلك قولي مرك ولا مرك واد قرن كرتاب نبي عليه السلام وحنا الناس شيء وكلته فضلك وانا قران كلا أخري أولي قولي قران كلا قو أخرنا يو إن شيء دانوس وسود دوانين
حديث مسلم إمام مسلم وصو صاري أبو هريرة والنبي عليه السلام كورني أوليه سبحان عليه الصلاة والسلام وحري لا تجعلوا بيوتكم قبورا أرجريهنا قبورا كنجرة إلى قبور رجود كذو محل الله ميت باكوجر والله صدع إجا أبهر الرحمة إلهي الله بريه واي نعس الله وحري فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان نعس الله وحري قرية سورة البقرة الواقرية شيطان وسود وان ماي معنات قرآن قدن قرية الواقرية خاصة سورة البقرة قف مؤمن كام حال الله مركز جسكي سلا سوغارو يوردي سلا سوغارو إنه قرية وخصصه سيوس قرية شيطان وسود وان ولذلك وحضر كيسا محال الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقد وريي هذه أدنو فربان طي كنت على قضى فضلك يا وناقة يا خير كأولي هاي محال الله هاي قرآن كأولي عبد الله المسعود صحابي عليه السلام كم ذا بوحي لي هاي نيك قاري القرآن كأولي حلو بهاي إن لقرتبوا يرهبين كيسي مالتو إني كلا بحسيهين هذه مسألة قرنية هذه يدتكو أي سيحذان محال الله مركي سيحذان بو يرهبين كي أسوى سوجي ذا ما لنتيتكم مركي عبا عيار يام بوديكم مشغول سيهين أما سأمس أفريهين أسوى سوميه قرآن بودل دليا هبين كي وحدتكم وحوري مركي عيار يان قصريان أسوى لك هل قرآن كهو أينيا وحوري دتكم مركي الدنيا أن وابيين الحلال يحاران لك هل قرآن كهو أهل ورعة وأكف غاني وحياله شبهات كله دتكم مركي مرميان ويدوذيان وعن تربقش إبلاي أي هيان لك هل قرآن كأفك سواحري هاي او حل ما يو امسيه ددكو markay wax isdaba marinayaan ninka ahli quraanka shaqo kumale ددكو markay maxaan lahayay iska maxaan lahayay iska faraxsan yihiin oo min xeeli sabab asagu tiiraan ya ka muuqato oo aayad ku xasuusanaya dhigriga ilaahay buu xasuusanaya waxa weeyaan xusni baa wajigiisa ka muuqdo macnaheedu ma yiri qof xusni ku wada noolaanayo laakiin aayadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ba jirkiisa ku dareensaday qalbigiisa ku dareensaday markuu wuxuu ogyahay waxa sugaya ayuu ogyahay عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اي حذيفه من اليمان وصحابيه لبضوا وحا لا غوريين يرادن لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءه القران سبحان الله ويردي قلوب نظيف نقول لهيد او طاهر نقول لهيد ويدويه وسقديه ورغمات كبخ لها بو قران كما ين درغن سبحان الله ولذلك ددك اهل القران حقد ما يقانين ورغمات ما يقانين حماتي ما يقانين الا ذكر الله سبحانه وتعالى ان لا فلغليا او لا سكونيا أسيء وحوى كلا نيره وحول هذه قروب تيره أي محال الله هاي أي ظاهر نقوله هيد محال الله هاي سبحان الله مركا نمنك السلف كي سالح انتها قفكو حويا إن بذن با مركا محال الله هاي لغورنيا ويقران كي كود داليا ويمدى يشيغيا وياد محال الله هاي أي كبرا رجليا إني قران كي إن بذن يخريا إخواني إلهي سبحانه وتعالى وحو مركو كشي كيني dadka qaar kood inay quraanku ay sahalsadeen wa ta ilaahi subhanahu wa ta'ala awliyay wa qala ar-rasul ya rabbi in qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura rasul ilaahi wuxuu leeyahay qala ar-rasul ya rabbi rabbigeeyo wuxuu yiri qoomkayga quraanka wuxuu yiri way ka dhaqaaqeen oo isaga tageen hajaruha tarakuhu walidalika ahlul ilm wa ilayhi quraanka laga hojirodo afar waji shan waji ayuu leeyahay waxa weeyar حجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه قف إنه به القرآن الواقري مركب واركب وحوي واقع عرية أما القرآن إنه هو ما يبدي دياره ما وحلي آياتها أما أذى كوجي ذا مسلي وإنه نجيس دياره مركب القرآن لصار ونقدمي أخبار كان نصار مركب باور كل سارية عجل كلا أصار ما أقرأ القرآن لنجيس وعندما يسا القرآن كله كله كان دياره ولا قف هذا وحكى له كم ذا حجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه qof wiiru qofsan ku amal falin oo san xalaashiisi quraanka ogolaanin wuxuu quraanka xaaradmay uusan ka dheeraarin haba akhri haba amire quraanka buu akhrinaya maalin walba wad dalaya laakiin xisaab ugu ma jirto wixii xalaashaha iyo wixii xaraanta wuxu kala baxsan male aayadii quraanka waxay amarayeen xisaab ugu ma jirto laakiin lisaankiisu kal dal dalaya waxay yiraahdeen waxa wayaan dhibaato badan buu leeyahay waxa kamida quraanka laga jirodo inaan lagu isku xukumin oo dadku ay quraanka u qaataan masaajidada iyo xaafadaha islaamaha lagu meeriyo aan sharci la isku xukumo dadku la yiraahdo marxay barnaanka loo tuuro asoo waxa weey quraanka dheeraantiisa weey waxa kale to kamida afaraad inuu san qofku quraanka tadabburin uu san fahmin ahkaamtiisa uu san aqoonsanin uu san baran tafsiirkiisa uu san baranin haba lafdiisa haye qaane waxa yiraahdo nooc min al-hajr quraanka laga dheeraaday kamid tahay
وحكلته كم إذا قرآنك هجر قيسة قف ويلوس القرآنك إسكود دوينين سببته قرآنك هراؤس وشغلين قلوبتنا عافمات بويه جيركن أبدان كان قرآن بويه عافمات بويه مرقف ويلاد نقدا ويلاد هذا صح قف ويلاد داود دويد القاتوال لقريه لكن داود وقيمة بدل وكتابك إلهي سبحانه وتعالى مرقا تاسونا وحويان أهل العلم وإيكد دقينا قفك مؤمن كا إنو كان يراضو وحن لبكر من كسو كوميا قف قارئ قرآن كآداب تلو قبهية وحن أهل العلم إنو حدثينك حدث الأصغر يحدث الأكبر إنو محله وكدير لا يمسه إلا المضل لا يمسه إلا المطهرون إنو قفك محله ويسأو قومك قرآن كأخرين يو بأهل العلم آدي هذا جعل يستر وحجر هذا مركو قرآن كأخرين هو أخر يو إلهي در إخلاص لله عز وجل إنو إلهي ميعدك الوسم وحبك غر هذين وحجر هذا أذاب سوى حكم إذا قرآن كإنو محله لسان كيسأو كوهيو وصن ضيعين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله السلام عليه تعاهدوا هذا القرآن قرآن كان وحوري كور قبا ودائما وابدا فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلطا من الإبل في عقلها مخالي موسى صار وحدي قرآن وحوري أنا نقف وأنا تعاهد كسمين أو سن أخرين ما أنت أخرين بري أخرين سادة بأخرين ده سيدي قيل أوب حسنية بقرآن كان أوب حسنية بركوا حين ذلك قفك إلهي وحفزي هوا يرى ذلك إنه قعنت أو كهيو وحين ذلك تحسين الصوت إن قرآن قعدك اللقوة ناجيه نبع صلى الله عليه وسلم وحيو رسولان عليه الصلاة والسلام براي بن عازم عليه صوبان عليه الصلاة مقليب ورسالة العشاء أصوى كد جنية والتين والزيتون وضور سينين وهذا البلد الأمين كد جنية وحيو فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه وحيو نبع صلى الله قعد قرحون ولقي ما أنا أرقب ليه سبحان الله مركوف مؤمن كان ولذلك نبع صلى والسلام أبو موسى الله شعريه بيها بيها كم إذا أصوى قرآن أخرنا يوصون عشان أصوى أغمره مسايته مركز يوري صبحي يا أبا موسى قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وحلو سي عط قرحونا وكم إذا عطتك قرحونا إيه نبي الله داود لسي مركز يوري رسولك إله يو حتى أنه قال هنا إذا سيريسه لقد حبرته تحبيرا أدبا نقرح لله أبو لي مركز مؤمنك إنه قرآن صوتي سوى قرحيه وحوى أدي هذا قيم بضموي وحن كسوا كما قبينا يا كلمة ديدة حديث ما مسلم وصاري أبو هريرة صوبان عليه الصلاة والسلام وكورني وليه صوبان عليه السلام إنوري وما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله وحوري صوبان داد ما كلمان قري كم إذا قريها إلهي ما حيو كلمان يتلون كتاب الله إيو قرانك كتابك إلهي أخرني قرانك ويدارسونه بينه نحو إسبر يو إسو أخرني إسو الشيغي معين إيسا هذا إسداء يلان نزلت عليه مسكينة سكينة أياك كسو دقناشة أياك كسو دقيسة وغشيتهم الرحمة وحد دبوليس رحمة من الله عز وجل وحفتهم الملائكة وحكوها رئيسان ملائكة إلهي سبحانه وتعالى وذكرهم الله في من عنده إلهي أكتي سيوك حصية سبحان الله ذلك أهل القرآن من أهل القرآن ذلك القرآن كو أخرية إسوكي ماذا كلهم دارسية وحوية الدوية آخر والليبين مرك إخواني نبتدي ذيك محادي كدر دار مينا إنا إشكود دينه إنا كتابك إلهي سبحانه وتعالى وحونك آخرنه وأن الله صاحبنا هدي أنس ذا يلا الدنيا آخرة والليباننا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.